هناخدكم لموجز لأهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية. فريق الكرة بالنادي الأهلي اختتم تدريباته استعداداً لمباراة الترجي اللي هتتلعب النهاردة الساعة 10 بالليل في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا باستاد حمادي العقربي في رادس. وعقد مارسيل كولر المدير الفني محاضرة سريعة مع اللاعبين وشاهد المران جانب من الفقرات الفنية والبدنية، كما خاض حراس المرمى فقرة قوية تحت إشراف ميشيل يانكن. البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم أعلن القائمة اللي هتخوض مباراة نهضة بركان المغربي في إياب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية واللي هتتلعب بكرة باستاد القاهرة الدولي. البطلة المصرية نوران جوهر المصنفة تانية عالمياً للسيدات الاسكواش تأهلت للدور النهائي ببطولة العالم للاسكواش واللي هتقام في مصر في الفترة من 9 ل 18 مايو الجاري بقيمة جوائز مادية تصل ل 565 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات. البطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الأول عالمياً لرجال الاسكواش ودع بطولة العالم للاسكواش واللي بتقام في مصر في الفترة من 9 ل 18 مايو الجاري بقيمة جوائز مادية تصل ل 565 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات. نادي يوفنتوس الإيطالي أعلن إقالة مدربه ماسيميليانو أليجري من منصبه عقب نهاية الموسم الحالي 2023-2024، وقال نادي يوفنتوس في بيانه الرسمي أنه تم إعفاء السيد ماسيميليانو أليجري من منصبه كمدرب للفريق الأول بنادي يوفنتوس. الدوري المصري محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي أعلن رحيله عن صفوف الجانرز في نهاية الموسم الكروي الحالي، ونشر النني فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إكس بيعلن فيه مغادرة أرسنال في الصيف وبيوجه الشكر للجماهير على دعمه في مشواره مع الفريق الإنجليزي في السنوات اللي فاتت. مشاهدينا بكده تكون خلصت نشرتنا الرياضية.